ماشي، اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. طبعا انا سعيد ان احنا بنلتقي مره تانية، دي حاجه بتسعدني جدا. اشكركم واشكر الدكتور ناصر الحروف والدكتور باسل. هنبتدي دلوقتي، بس قبل ما نبتدي احنا كلنا فاتحين على صفحه البرنامج، في حد مش فاتح البرنامج عشان نشتغل مع بعض؟ كله فاتح البرنامج يا جماعه؟ تمام. بسم الله الرحمن يلا تفضل الرحيم. دكتور مشكور، الله يجزاك. شكرا يا دكتور ناصر، الله يكرمك، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن برنامج انس، وده اختصار انيمال نيوتريشن سوفت وير. البرنامج دوت بيمكننا من ان احنا نكون خلطه علف للابقار الحلابه وللجاموس وللاغنام بناء على الاحتياجات الغذائيه بتاعتهم. هنبتدي دلوقتي في فوق ايقونات هنا اهي، هنبتدي هنعرف كل ايقونه بتعمل ايه، بعدين نبتدي نعمل الخلطه. هنعمل الخلطه مع بعض بحيث كلنا نبقى شغالين في وقت واحد عشان الخطوات تتحفظ لينا كلنا. اما نيجي نبدا في عمل قراشه جديده او عليقه جديده، هنبص في السهم اللي فوق ده، لو وقفنا عليه بالكرسر او بالسهم بيتكتب لنا نيو راشن. اهي ادي نيو راشن، لو ضغطنا عليه نبتدي نعمل تركيبه العلف اللي احنا عايزينها، ان احنا نحط مواصفات الحيوان اللي احنا عايزين نعمل له خلطه علف، فبتظهر لنا احتياجاته ايه ونبتدي نوفر له احتياجاته من مواد العلف اللي عندنا. دي برضو راشن اهي، يعني لما تيجي نعمل تركيبه جديده اما بندوس على السهم نيو راشن او ندوس كليك على كلمه راشن، بتتفتح هنا برضو بتتفتح كلمه نيو راشن، يبقى اما نبتدي نكون عليه جديده ندوس نيو راشن او على السهم دوت. بقيه الايقونات هنعرفها حالا دلوقتي، ولكن في اي برنامج تغذيه ايا كان هو هذا البرنامج، فلا بد اول خطوه نعملها ان احنا ندخل جوه البرنامج مواد العلف اللي عندنا في المزرعه وتركيبها الكيماوي واسعارها. دي اول حاجه نعملها في اي برنامج تغذيه. احنا هنبتدي نعمل برضو كده اهو، هنفتح المخزن بتاع البرنامج ونحط فيه كل المكونات بتاعتنا، الاعلاف اللي عندنا واللي هي الخامات يعني، وتركيبها وسعرها. انا اساسا بتبعت لي رسائل ان هو الصوت مش واصل، فمش عارف اعمل ايه. اوكي هنبتدي، ربنا يسهل يا رب والمشكله تتحل. هنخش على، بص شايفين كلنا العلامه دي اللي هي زي كوز الذره كده، لما بنقف عليها بالسهم بتتكتب ايه؟ هتتكتب كلمه فيد. فيد دي او الفيد دي هي الاعلاف او الخامات الموجوده عندي في المزرعه، هبتدي ادخلها جوه المخزن بتاع البرنامج. هدوس عليها، هتتفتح لنا اهي المخزن او صفحه عباره عن المخزن. العمود ده كله النيم او الاسم، دي اسماء الخامات اللي موجوده عندي في المزرعه. دي مثلا الالفا الفا، البارلي، الكالسيوم سوب، الكورن سايلاج، الملاس، ودي اسماء ايا كانت اقصد بها اي اسم احنا عايزينه بتاع ماده علف بنكتبه. بنكتب ماده العلف هنا وبنكتب قدامها كل الصف ده كله التركيب الكيماوي بتاع هذه الماده، يعني الالفا الفا فيها الدراي ماتر 90%، الالفا الفا هنا مقصود به دريس البرسيم الحجازي الجاف، الدي ام دي طبعا الدراي ماتر، نسبه الدراي ماتر في الالفا الفا كام؟ 90%. السيل اللي بعدها او الخانه اللي بعدها السي بي او الكرود بروتين، نسبه الكرود بروتين في الالفا الفا كام؟ 19%. طبعا بيختلف من ارض لارض ومن زرعه لزرعه. بعد كده التي دي ان، الخانه اللي بعدها التي دي ان اللي هي توتال دايجستبل نيوتريتس، وده تعبير او احد مقاييس الطاقه، في طاقه قد ايه او تي دي ان قد ايه؟ في 50.4%، وهكذا بقى. في هنا الدي بي الدايجستبل بروتين مش هنستخدمه قوي، الام بي اللي هي الميتابولايزر البروتين برضه مش هنستخدمه قوي، وفي الدي اي الدايجستبل بروتين، وفي الام اي الميتابولايزر البروتين، دي حاجات مش هنستخدمها
في المزرعه دي اللي بيعمل ابحاث بقى هو اللي هيستخدم الحاجات ديت. يبقى احنا اول حاجه بنعملها بنكتب ماده العلف ونكتب قدامها تركيبها وسعر الكيلو. هنمشي بالمسطره ديت لغايه الاخر هنلاقي البرايس بير كيلو، سعر الكيلو قد ايه، بنكتب هنا سعر الكيلو، ده سعر الكيلو بتاع الماده الاولى اللي هي بتاعت الالف الف، وده سعر الكيلو بتاع ماده العلف اللي بعدها، وده سعر وهكذا. يبقى احنا بنكتب ماده العلف، ادي البارلي، ادي الكالسيوم سوب، ادي الكور، ونكتب قدام كل خامه بنكتب التركيب الكيماوي بتاعها، وفي الاخر خالص بنكتب سعر الكيلو. طب احنا كده خلاص كم دخلنا؟ طب ممكن نكتب كم خامه هنا؟ كم خامه علف؟ كم ماده علف؟ لا كتير جدا 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 زي ما انت عايز الى ما لا نهايه يعني. لو وصلنا نزلنا تحت خالص كده، ادي في عندنا الويت بران، في الكوتون سيد ميل، في السويبين، في الرايس سترو، هتلاقي في الاخر خامه فاضيه. الخامه الفاضيه دي معناها ان انت ممكن تحط تركيبه علف ثانيه. لو حطينا اي ماده علف وليك اي اسم ايا كده، ار تي يو اي، اي رقم يعني، لو حطينا المادة العلف ديت و نبتدي نحط، بص لما حطينا اسم مادة علف هنا، دي كانت اخر خانة، كانت اخر سل، كانت اخر مستطيل، لكن لما كتبنا اتفتحت لنا خانة جديدة تحت. لو نزلنا بالمسطرة كده تحت هتلاقي في خانة اتفتحت هنا تدخل اسم مادة تانية. لو هدخل اسم مادة دي اخر خانة، لكن لما نكتب فيها اسم مادة علف هتتفتح خانة تانية جديدة. لو كتبنا مادة علف مثلا او اي او اي اسم ايا كان، بتتفتح لنا خانة جديدة. لو نزلنا بالمسطرة ادي خانة جديدة اتفتحت، وهكذا. ممكن نكتب مواد العلف اللي احنا عايزينها ونغير في التركيبات دي. التركيبات دي انا اللي كاتبها، طب هل ممكن نغيرها؟ اه طبعا نغيرها، نشيلها ونحط غيرها. يعني مثلا الهوت كوتون سيد انا كاتبها 90 و1 من 10، طب افرض هي 90 بس، هنشيل ال 90، هنشيل ال 90 ونكتب، هنشيل ال 90 و1 من 10 ونكتب مثلا 90، اي رقم جديد احنا عايزينه بنكتبه. وهكذا ممكن نغير اي رقم من دول حسب التركيبه الفعليه اللي موجوده عند حضرتك. يبقى احنا كده ده اول خطوه عملناها، اللي هي دخلنا في مخزن العلف كل المواد العلف بتاعتنا والتركيب الكيماوي بتاعها والسعر. خلاص كده بقى نسيف، نعمل لها سيف. في الاخر سلام، بقول لي خلاص اتسيفت، تمام شكرا اتسيفت. ابتدي بقى اقفل المخزن كلوز، وابتدي بقى ايه اشتغل اعمل تركيبه جديده. اما نعمل تركيبه جديده زي ما قلت ان احنا بنخش على نيو راشن، السهم الصغير ده نيو راشن هنضغط عليه، هيطلع لنا بقى ايه، دي بقى هنكتب المواصفات بتاع الحيوان اللي احنا هنعمل له تركيبه علف. الحيوان نوعه ايه؟ هل هو بفر جاموس، ولا هو كاو، ولا هو هورس، ولا لام، ولا مارس، ولا شيب؟ البرنامج بيعمل خلطات علف لكل هذه الحيوانات. احنا مثلا هنشتغل على الكاوز، يبقى دي هنعمل تركيبه او خلطه علف للكاوز. طب الكاوز دي السلاله بتاعتها ايه، فريزيان ولا كروس بريد فريزيان؟ هي خليط فريزيان ولا خليط؟ هنفرض ان هي فريزيان. الكيس بتاعتها ايه، الحاله بتاعتها ايه، يعني هل هي كافز؟ كافز هنا معناها عجل، تسمين، معناها تسمين. لو احنا عايزين نحط خلطه علف لحيوان تسمين فبندوس على كافز. لو احنا عايز الدراي دي اللي هي بقره الجافه في فاطمه الجفاف، الهيفرز دي العجله اللي لسه ما ولدتش، اللاكتيتنج البقره الحلابه. هنفترض ان احنا عايزين نكون خلطه علف لبقره حلابه، يبقى هندوس لاكتيتنج. طيب الديز اوف ميلك، الديز اوف ميلك هنا هل هي ولدت او في الحليب بقى لها 11 يوم ولا 90 يوم؟ اشمعنى 11 يوم و90 يوم؟ دي على فكره المقررات دي مقررات ال ان ار سي، انا جبت مقررات ال ان ار سي وحطيتها في البرنامج، او عملت البرنامج بناء على مقررات ال ان ار سي. اشمعنى 11 يوم و90 يوم؟ 11 يوم المقصود بيها البقره فريش كاو لسه والده، وبالتالي مش لازم 11 يوم بالظبط، 11 يوم لا، ممكن تبقى اسبوع، اسبوعين، 10 ايام، هم لسه فريش كاو ولاده حديثه. وال90 يوم دي يعني مش ولاده حديثه، ال90 يوم دي تقريبا بتبقى في فتره البيك، في اقصى المنحنى بتاع الحليب، يعني بتجيب كميه عاليه من الحليب. طب هل في فرق بين الفريش كاو
واللي هي في البيك. طبعا 90 يوم دي مش لازم 90 90، لا 100 120 80، المهم ما بقتش فريش كاو، ما بقتش فريش كاو، يعني مش لسه والده. في فرق بينهم؟ اه طبعا في فرق بينهم، ان البقره الفريش كاو بيبقى احتياجاتها من الاكل او كرشها بيشيل كميه قليله، هي بتدر لبن كتير، لكن ما تقدرش تاكل كل احتياجاتها. ليه ما تقدرش تاكل كل احتياجاتها؟ لان البقره في هذه المرحله بتكون الشهيه بتاعتها منخفضه، ده غير ان حجم الكرش قل. قل ليه؟ نتيجه ان طول فتره الحمل الجنين بيضغط على الكرش فحجم الكرش قل، فلسه البقره محتاجه وقت عشان الكرش بتاعها يرجع لحجمه الطبيعي والشهيه بتاعتها تعلى. وبالتالي نعمل ايه في الوضع دوت؟ ان في الوضع ده ان هنلاقي الاحتياجات الغذائيه المفروض نحطها في حيز صغير، لان شهيه البقره منخفضه وحيز الكرش قليل، يبقى احنا المفروض نديها كل احتياجاتها في اصغر كميه ممكنه، يعني وبالتالي لازم تكون بالطاقه عاليه، والتوتال دراي ماتر كميه الماده الجافه الكليه تكون صغيره عشان الكرش مش هيشيل كميه كبيره، ده علشان الشهيه منخفضه. احنا ممكن نعمل دلوقتي نوضح المثل ده بسرعه جدا ونرجع نعمل التركيبات دي بسرعه. هنشوف دلوقتي لو هي بقره 11 يوم، هنختار 11 يوم والدايس الميلك، الميلك برودكشن مثلا بتجيب 30 كيلو، الفات برسنت مثلا 3.5، البروتين مثلا 3، البادي ويت 680، البادي ويت 680 لان ان ار سي حاططها 86. في زميل باع بيقول انا لا املك البرنامج، كيف ساحصل عليه؟ هتحصل عليه ان شاء الله من الدكتور ناصر الحروف، مشكورا، هيبعته لحضرتك. تم الرد دكتور، ارسلت له الايميل، بس المعذره الان ما حقدر، لا ينتهي وقت المحاضره، برسل لك نسخه باذن الله، لكن انت تابع حتتخزن على القناه، ولما تحمل البرنامج ترجع تعيد محاضرة، بس احضرها الآن وبعدين إن شاء الله بتكمل بإذن الله. تمام، أوكي، تمام. فهنا بقى هنلاحظ حاجة مهمة اللي احنا عايزين نقول، اللي احنا كنا بنقولها دلوقتي، الديز اوف لاكتيشن 11 ولا 90 يوم. هنشوف الفرق دلوقتي، هنكتب رشن بقى عشان نكون الخلطة بتاعتنا. هنبص هنا تحت خالص الريكوايرمنتس، البقرة دي اللي هي 11 يوم بعد الولادة أو الفريش كاو، مش لازم 11 بتحتاج دراي ماتر كام؟ 14.5 كيلو، 14.5 كيلو دراي ماتر في حالة إن هي إيه؟ فريش كاو، يعني لازم نحط لها احتياجاتها كلها جوه ال 14.5 كيلو دول، عشان أكتر من 14.5 يبقى ممكن يكون في صعوبة شوية إن هي تاكل. طيب لو هي 90 يوم بقى مش فريش كاو، هنلاقي إن الدراي ماتر بتاعتها زادت، يعني ممكن تاكل كمية أكبر. خلينا حافظين الرقم ده، انا هكتبه عندي كمان اهو، ادي 14.5، 14.5 كيلو دراي ووتر للبقره فريش كام. طيب لو غيرنا بقى نفس المواصفات دي بتاعت البقره، هي بالظبط، بس بدل ما هي فريش كام 11 يوم، لا هنخليها 90 يوم، يعني مش فريش كام. هنقفل التركيبه ديت وهنرجع تاني نعمل تركيبه جديده، والقاعده دي عشان تفكرنا كلنا. السلكت هنختار مين؟ هنختار كاوس برضه زي ما قلنا، البريد بتاعها ايه؟ فريزيان. الحاله بتاعتها ايه؟ لاكتيتنج، لنفس اللي احنا اخترناه قبل كده. ديز اوف ميلك احنا اخترنا 11 يوم، لا هنختار المره دي 90 يوم عشان نشوف الدراي ماتر اللي هي محتاجاها قد ايه؟ ادي 90 يوم. الميلك برودكشن بتجيب كام؟ بتجيب احنا كنا قلنا كام؟ 35 اعتقد، كنا قلنا 35. طب الميلك فات كان كام؟ 3.5. طيب الميلك بروتين كام؟ 3 مثلا 600. هنبص بقى هنا المواصفات بتاعت البقر دي، هي اللي فاتت، بس الفرق حاجه واحده، ان اللي فاتت كان فريش كاو لسه والده، والفريش كاو دي بتقعد 3 اسابيع، اسمها فريش كاو. دي بقى مش لسه والده، اختلفت هنا بقى لها 90 يوم بتحلب، الرشن بتاعتها اهي. بص الدراي مطر المطلوب ليها كام؟ 23.6. احنا فاكرين المره اللي فاتت كانت كام؟ البقره اللي كانت فريش كاو واحتياجاتها كام؟ كانت 14.5 كيلو، لكن المره دي
قدامنا 10 دقائق ونخرج، طلعت لي رساله بتقول ان الزوم 10 دقائق ويقفل، يا ريت لما يقفل ندخل تاني. انا ان شاء الله هحاول ما اطولش يعني، لكن ال 10 دقائق ما اعتقدش ان هي هتكفي، فلما يقفل هندخل تاني باذن الله عشان نكمل الشرح، وان شاء الله مش هطول يعني باذن الله. يبقى احنا يبقى شفنا الدراي ماتر هنا كام؟ 23 كيلو، بينما ما كانت فريش كاو كانت 14 كيلو ونص فقط. ده الفرق بين الاثنين. طيب هنقفل ونبتدي بقى نكمل القصه بتاعتنا. نيو راشن هنختار برضو كاوس، هنعمل خلط الابقار اللي هي فريزيان، اللي هي لاكتيتنج حلابه، اللي هي ديس اوف ميلك. ممكن نختار 11، ممكن نختار 90. دلوقتي لما دوست على لما اخترت على 90 يوم، طيب ماشي اوكي 90 يوم نخليها بقره، مش في الاشكال 90 يوم. كميه اللبن بتاعتها اللي بتجيبها في اليوم 35 كيلو، بتجيب كميه دهن الميلك فات 3.5، الميلك بروتين 3%، البادي الويت بتاعها 680. طيب هنا هنلاحظ ان طلعت لنا تركيبه جاهزه. ليه طلعت تركيبه جاهزه؟ لان المواصفات ديت انا كنت كاتبها قبل كده وطلعت لي وعملت هذه الارقام وعملت هذه الخلطه. لا احنا مش عايزين خلطه جاهزه بقى، احنا عايزين نعملها مع بعض واحده واحده، وبالتالي هنعمل دلوقتي خلطه واحده واحده مع بعض. بس قبل ما نعملها هقول حاجه، فوق هنا الراشن نمبر، هنا بنكتب الراشن نمبر، لازم نكتب الراشن نمبر. ليه لازم نكتب الراشن نمبر؟ عشان نسيف التعليقه دي بالرقم اللي احنا عايزينه، عايز تحفظها عشان ترجع لها بعد كده، فلازم تديها رقم. وعلشان حاجه ثانيه مهمه، ان تتفتح لنا الخانات دي المستطيلات دي عشان نختار منها مواد العلف. هنشوف دلوقتي هنا الفارم نيم، ممكن تكتبه ممكن لا براحتك، اسم المزرعه بريبيرد باي، اتعملت بواسطه مين اللي عملها، ممكن تكتبها ممكن لا، بريبيرد فور اتعملت لمين، ممكن تكتبها ممكن لا، كرييشن ديت اتعملت امتى، ممكن تكتبها ممكن لا، يعني ممكن ما تكتبش اي حاجه من دول فيما عدا الراشن نمبر لابد تتكتب. دي عليها احنا معناها عملناها قبل كده، لا احنا عايزين صفحه فاضيه عشان نبتدي نعمل عندنا تركيبه بتاعتنا. لما نزلت تحت وديت مثلا الرقم دوت 32 23، خلينا فاكرينه 22 23، ده رقم العلاقه بتاعتنا. انا هكتبها علشان نرجع لها تاني، 32 23 32 23 صح؟ 32 32 سوري 32 32، دي التركيبه، ده الرقم الجديد او التركيبه الجديده اللي هنعملها. شايفين بقى كلمه فيد نيم ديت؟ فيد نيم اسم ماده العلف. لما ندوس على السهم ده هيطلع لنا مجموعه الاعلاف او الخانات اللي احنا كتبناها في مخزن العلف اول ما فتحنا البرنامج. فاكرين كوز الذره اللي احنا قلنا عليه ان هو فيد، لما بندوس عليه وندخل جواه مواد العلف بتاعتنا ونحط التركيب الكيماوي بتاعها ونحط سعرها، هي دي مواد العلف، هو ده مخزن العلف. طيب الالفا الفا هنختار الفا الفا. نحط منه كام الالفا الفا؟ تحب نحط كام في الالفا الفا يا جماعه؟ نحط 10 كيلو 8 كيلو نحط مثلا؟ حط 10. نحط 10 دكتور. تمام يا دكتور راشد معايا، حطينا 10 كيلو من الالفا الفا. ناخد بالنا هنا من حاجه، اتحطت الويت 10 كيلو، بس ده هنا اللي جنبها ايه؟ دي ام اللي هي الدراي ماتر بالكيلو. ال 10 كيلو اللي احنا حطيناهم دول مش دراي ماتر. طب فيهم دراي ماتر قد ايه؟ ال 10 كيلو دول فيهم دراي ماتر قد ايه؟ هنا التركيب الكيماوي بتاعها يا جماعه، اول ما نكتب الالفا الفا بيطلع لنا التركيب الكيماوي اللي احنا حطيناه في المخزن. هنا 10 كيلو، طب فيهم دراي ماتر قد ايه؟ بص لما تدوس انتر هيتكتب هنا الدراي ماتر قد ايه. هندوس انتر ادي فيهم 9 كيلو، يبقى الدراي ماتر 10 كيلو، دراي 10 كيلو الفا الفا فيهم ماده جافه 9 كيلو.
ناخد بالنا احنا عايزين قد ايه. الالفا دكتور، الالفا الفا مشان التوضيح، الالفا الفا هي البرسيم الجاف. تمام. للزملاء اللي مش عارف ايش الالفا الفا، الالفا الفا هي البرسيم الجاف اللي بيجي بالبالات اللي هي المربعه هاي، مش البرسيم الاخضر. تمام تمام. لما نحط 10 كيلو فيه دراي متر قد ايه؟ 9 كيلو. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الثلاث صفوف اللي تحت دي يا جماعه. اول صف اسمه التوتال. التوتال هنا بيتكتب فيه كميات العلف اللي احنا بنكتبها. احنا كتبنا هنا 10 الفا الفا، نزلت ال 10 اهي، يبقى التوتال 10 10. طب فيها دراي متر قد ايه؟ 9، لانها كانت 9 دراي متر اهي، فنزلت 9 اهي. الكروت بروتين كام؟ 19%، فنزلت تحت ال 19%. يبقى التوتال دي، الصف بتاع التوتال بينزل فيه كميات العلف اللي انا بكتبها. يبقى دي التوتال اللي انا بكتبه. طب احتياجاتها الريكوايرمنتس بقى، احتياجات البقره دي ايه؟ هنا الدراي احتياجاتها في الدراي ماتر، ادي الدراي ماتر اهي، ننزل تحت احتياجاتها 23.6. الكروت بروتين احتياجها قد ايه؟ احتياجها في الريكوايرمنتس 15.1% من الدراي ماتر، وهكذا بقى. دي الريكوايرمنتس، دي احتياجات البقر، ودي التوتال الكميات اللي احنا بنكتبها. البالانس بقى اللي هو الفرق ما بين الكميه اللي انا كتبتها وما بين الاحتياجات، بيطلع لي هنا الفرق بينهم. يعني البقره محتاجه 23.6 كيلو دراي متر، طب انا اديتها كام؟ اديتها 9، يبقى ناقص لها كام؟ ناقص لها 14.6. يبقى البالانس ده هو الفرق ما بين الكميه اللي انا حطيتها وبين احتياجاتها الكليه. هي محتاجه 23.6 كيلو، بس انا اديتها 9 بس، فاضل لنا 14 كيلو. طيب نبتدي نزود بقى. لما نزود هتنزل لنا هنا الدرايف متر اللي اخترناها. طيب احنا اخترنا اول ماده الالفا الفا، نختار ايه تاني؟ ذره مثلا، كورن مثلا. الكورن نحط مثلا كام؟ 3 كيلو مثلا، او 3.5. نحط مثلا 3.5 كيلو كورن. لا، ما احنا نحط ال 3 كيلو ونص ذره. هنلاحظ هنا ما نزلتش تحت 3.5، ال 3.5 ما نزلتش، ما زالت في التوتال 10 بس اللي هي بتاعت الالفا الفا، ما نزلتش ال 3.5. المفروض الاثنين دول يتجمعوا مع بعض وتنزل في التوتال. طب هي ما نزلتش ليه؟ عشان ما عملتش انتر. لما ندوس انتر هنلاقي ان ال 10 دي اتجمعت على ال 3.5، وهنا بدل ما هي 10 هتبقى 13.5. ادينا هندوس انتر، اهي ال 13.5 اهي. طيب ال 13.5 دول فيهم قد ايه دراي مطر؟ فيهم 12 كيلو دراي مطر. طب احنا اديناها 12 كيلو، هي محتاجه كام؟ هي محتاجه 23 كيلو، يعني لسه فاضل كام؟ فاضل 11 كيلو، ناقص 11 كيلو. احنا طبعا مهم جدا الدراي مطر، لان لما بنحسب احتياجات الابقار او نعمل خلطه للحيوان بتبقى بناء على اساس الدراي مطر، مش الماده اللي انا بقدمها للحيوان، بتبقى على اساس الدراي ماتر، الماده الجافه. فلابد نحول كميه العلف اللي بنديها للحيوان نحولها لدراي ماتر عشان نقدر نعرف احنا حققنا احتياجاته ولا لا. طيب ادي، يبقى احنا ادينا له كام الدراي ماتر؟ 12 كيلو بس، لكن ده هو محتاج كام؟ محتاج 23 كيلو، يبقى الفرق كام لسه؟ 11 كيلو. طيب نديها كمان، نزود كمان، ادي الكرب، نزود كمان مثلا ايه؟ البارلي، الشعير مثلا، الشعير ورد الخاله كمان، وهنحط الخاله. تمام، هنحط خلاص، هنحط الخاله بعد البارلي. طب يا دكتور، الخاله قبل الشعير اول، شوفها، هنحط ماشي البارلي اللي هي الشعير، وبعد كده هنحط النخاله اللي هي الويت بريك. تمام. البارلي هنا لو هتعمل تركيبه علف او خلطه علف فيها كورن وفيها بارلي، يعني فيها ذره وفي شعير، افضل نسبه لاستخدام المادتين دول مع بعض في الخلطه هي 1:1، دي افضل نسبه. ليه؟ لان في البارلي سريع التخمر في الكرش او بيتفضل بسرعه جدا، اما الكورن بتبقى تمام.
في احد الزملاء بيفكرني ان احنا وقفنا عند ان الذره والشعير واحد لواحد. كويس جدا، تمام. في بس بعض الزملاء لسه ما دخلوش. يعني التركيز تمام دكتور. نعم، بقول التركيز على اعلى، بقول التركيز على اعلى مستوى ما شاء الله تبارك الله. تمام تمام، الله يكرمك يا رب. الناس ما شاء الله فعلا مركزين تماما، ودي حاجه جميله جدا. كويس قوي ان احنا موجودين كلنا مع موجودين ومع بعض ومركزين ما شاء الله. تمام، طيب احنا وقفنا دلوقتي عند ان افضل نسبه لاستخدام الذره هي 1 الى 1. هنختار قطع يعني كده بعد ما ضفنا الالفا الفا والكورن. البارلي بقى نحط كام؟ 3 ونص برضه زي ما حطينا الذره، ادي 3 ونص. ما ظهرتش تحت، ما ظهرتش 13 ونص، ما ظهرتش تحت ال 13 ونص ده، يا دوب جمع ال 10 و 3 ونص، لكن البارلي لسه. يبقى عشان تنزل تحت يبقى لازم ندوس انتر. هي 13 ونص، هندوس انتر هتضيف لها 3 ونص، اهي بقى 17 كيلو. فيهم قد ايه دراي متر؟ 15 كيلو و2 من 10. يبقى احنا ادينا للبقره 15 كيلو فقط، لكن هي محتاجه كام؟ محتاجه 23. يتفضل كام؟ يتفضل 8. 8 كيلو. طيب نضيف نخاله بقى. دكتور ناصر كان قال نضيف نخاله اللي هي الويت بران. هنضيف الويت بران اهي. نضيف الويت بران كام؟ 2 كيلو مثلا. نضيف 2 كيلو ونشوف. ما نزل، ما زالت 17 لسه اهي، لكن لما ندوس انتر الاثنين دي هتنزل تحت يبقى 19. ادي انتر اصبحت 19. فيهم قد ايه دراي متر؟ فيهم 17. يبقى احنا ادينا البقره 17 كيلو فقط. طب هي عايزه كام؟ 23. يبقى لسه ناقص كام؟ ناقص 6 ونص. طالما بالماينس بتلاقي اللون لونه احمر، يعني ده بيحذرنا يقول لنا خدوا بالكم ده في ناقص لسه كميه علف ثانيه. طيب خلاص النخاله كده، يبقى احنا فاضلنا 6 كيلو. احنا دلوقتي واحنا بنضيف كميات العلف يا جماعه بيبقى في ذهن. تمام يا جماعه معايا؟ معلش حصل مشكله عندي، المشكله من عندنا والحمد لله اتحلت. سامعيني يا جماعه ومعايا؟ تمام، رجع الصوت دكتور. تمام اوكي. احنا قلنا دلوقتي نحو احنا دكتور كان عندي سؤال بخصوص النخاله. ايوه اتفضل. في ماكسيمم كوانتيتي في يعني عندي للاستخدام في هذه الخلطه؟ يعني انا حطيت 2 كيلو، ممكن ازيد ولا هو ليميت؟ تمام كويس. احنا دلوقتي يا دكتور ناصر بنعمل تبادل وتوافيق، يعني ممكن ازيد، يعني ممكن الكميات اللي احنا حطيناها دي ممكن نزود فيها بينها دلوقتي على حسب احنا وفينا احتياجات الحيوان ولا لا. لو وفينا احتياجاته خلاص، ما وفيناش احتياجاته ممكن نعدل في الكميات دي لغايه لما نوفي احتياجاته. لا المقصود انت ذكرت انه في نسبه 1:1 بالنسبه للذره والشعير، تمام؟ نعم. فبالنسبه للنخاله ما في اي مشكله حتى لو زدناها؟ النخاله ليها لما تيجي تعمل تركيب خلطه علف في للحيوان النخاله ما تزيدش عن 25 ل 30%، اقصى حاجه استخدام النخاله 30%. بس تمام خلاص يعني تمام. اكمل؟ كمل تفضل. كنا احنا وقفنا قبل كده قلنا ان واحنا بنكتب كميات الاعلاف دي بنبقى واخدين بالنا من رافج كونسنتريت ريشيو او كميه العلف المركز الى الخشن. الابقار الحسابه نسبه العلف المركز الى الخشن بتكون 50 50 50% 50% او 55 ل 45 او لصالح المركز، او 55 45 لصالح الخشن. يفضل يكون لصالح الخشن. ليه لصالح الخشن؟ لان الاحلاف الخشنه الرافج لما بتتفضل بتطلع كميه كبيره من الاسيتيك اسيد. الاسيتيك اسيد بيدخل في تركيب الدهن، وبالتالي مهم جدا ان احنا نزود الالياف في تعليق الاطار الحلابه اكثر من العلف المركز. انت شخص جماعه بيكون في واحنا لو هنعمل خلطه علف في التسمين، يكون على
الاعلاف المركزه هي الاكثر قليلا. ليه الاكثر قليلا؟ لان الاعلاف المركزه لما بتتحلل بيطلع منها كميه كبيره من البروبيونيك اسيد، والبروبيونيك اسيد بيدخل في تكوين اللحوم. علشان كده المواد المركزه تكون اكثر قليلا في حاله التسمين، اما في حاله الحلاف الاعلاف الخشنه هي اللي تكون اكثر قليلا، يعني 55 45. ولكن لكن في الفتره الاولى الفريش كاو ممكن نضطر ان احنا نزود العلف المركز شويه، لان البقره كرشها صغير زي ما قلنا، فعايزين نحط لها اكبر. يعني شغل السيف ما يعني اطفيه؟ لا يعمل بضعه الجهاز بيكمل. هنضيف حاجه ثالثه، عشان احنا ما زلنا ما غطيناش احتياج الحيوان، نحط ايه تاني؟ مثلا الصويا بين ميل مصدر للطاقه. الشيء ده 19 لسه الكيلو ما اتضافش، هتدوس انتر عشان يتضاف، يبقى 19 دي 20، ادي النسبه انتر ادي اتحولت ل 20. فيهم قد ايه دراي ماتر؟ فيهم 17.9، يبقى احنا اديناه الحيوان 17.9 كيلو فقط. طب هو محتاج كام؟ 3.5. يبقى نختار ماده ثانيه، نختار ايه ثاني؟ نختار البودرين حطيناها، الهول كوتن سيد. ممكن الكول كوتن سيد نحط منها مثلا كيلو، ادي الانتر. احنا ادينا الحيوان 18 بس هو محتاج 23، فنزود. ممكن نزود بقى ايه كميه اكبر شويه عشان نوصل للاربعه، نوصل يعني نغطي الاربعه كيلو اللي هو محتاجهم الحيوان. نزود الالفا الفا، نزود الالفا الفا، ممكن نزود الالفا الفا تمام، وممكن نحط السيلاج، ممكن دي ممكن دي. هنزود الالفا الفا الفا زي الدكتور ناصر ما بيقول، نخليها مثلا 12. لا هنحط ال 4 كيلو على بس هتبقى كتير شويه، خلينا 12 كيلو الفا الفا. وادي الانتر بتاعتنا، ادي هي بقى ناقص كام؟ بقى ناقص 2.9، يعني 3 كيلو تقريبا. ال 3 كيلو دول ممكن نضيفهم من احنا عندنا الفا الفا وعندنا براس وبيمين، خلينا نحط برضه ماده خشنه عشان نوصل للنسبه المثلى لنسبه المركز الى الخشن. هنحط مثلا الكورن سايلج، ادي الكورن سايلج. الكورن سايلج احنا عايزين كام؟ ناقص كام؟ البقره محتاجه فاضل لها 2.9، يعني 3 كيلو. طيب يعني يبقى نحط سايلج 3 كيلو؟ لا. ليه؟ لان السايلج الماده الجافه اللي فيه الثلث 35% فقط. وبالتالي لو حطينا 3 كيلو سيلاج اكدنا حطينا كيلو واحد بس دراي بطر. فبالتالي الثلاثة دي هنخليها مثلا 9 كيلو سيلاج، ادي 9 كيلو وهندوس انتر. حصل ايه بقى؟ بصوا العلامة الحمراء راحت ازاي؟ يبقى كده احنا ادينا للحيوان 23 كيلو، 23.8. هو محتاج كام؟ محتاج 23.6، يعني في زيادة 200 جرام. يبقى ال 200 جرام دراي ماتر دول احنا ممكن نتغاضى عنهم على اعتبار ان هي كمية بسيطة. افرض لا احنا بقى مش كده بسيطه، انا عايز اوصل بالظبط، خلاص يبقى هنعمل تبديل وتوافيق تاني ولغايه ما نوصل للقيمه بالظبط. لكن يفضل طبعا كده هتاخد وقت طويل، يفضل طبعا ان الكميه الصغيره بزائد او ناقص بنتلافاها، 100 جرام 200 جرام 50 جرام 10 جرام، الكميه دي ممكن نتغاضى عنها يعني. طيب الكرود بروتين بقى، في برود في كرود بروتين كام؟ احنا خلاص اديناها احتياجاتها من الدراي ماتر. طب الكرود بروتين هي محتاجة كام؟ محتاجة 15.1. طب احنا اديناها كام؟ 16.4. يعني البالانس، يعني الفرق كام؟ 1.3، في نسبة بروتين 1.3 زيادة. عايز نخليها نخليها، عايز لا نقللها شوية، يبقى هنضطر نقلل كمية العلف او كمية خامة العلف اللي هي غنية في البروتين. زي ايه؟ زي الصويا. الصويا احنا حطيناها كام؟ الصويا فين الصويا؟ فين الصويا؟ اهي حطيناها كيلو، ممكن نخليها 75% كيلو الا ربع، وهكذا. مش عايزين نعملها عشان ما نطولش على نفسنا، لكن المهم الفكره نفسها تكون واصله. لو احنا هنتغاضى عن 1.3 ماشي اوكي مفيش مشكله، خلاص يبقى كده تمام.
مش عايزين نتغاضى عنها، خلاص نعمل تبديل وتوافق تاني. طب التي دي ان هي محتاجه كام؟ 78%. 78% دي يا جماعه هي الان ار سي كاتبه كده، لكن انا شايف ان 78 دي عاليه جدا، عاليه جدا. لو احنا وفرنا لها تي دي ان 70% 79% ده 69%، 68% كويس، لكن 78 دي عاليه جدا. طب هي احنا مديناها 65 وهي عايزه 78، ممكن نوصل ل 70% ازاي؟ ان احنا نزود مصدر عالي في الطاقه، زي مثلا الكالسيوم صوب او الدهن المحمي البروتكتد فات. خلينا نجرب ونحط بروتكتد فات، نحط مثلا ايه نص كيلو، هي في دراي ماتر زياده 200 جرام، ورغم هذا هنحط برضو بروتكتد فات اللي هي الكالسيوم صوب. هنحط قد ايه كالسيوم صوب؟ وليكن نص كيلو، اللي هي نص كيلو، وادي انتر هتنزل تحت. بص ال 32 دي هتبقى 32 ونص دلوقتي، ادي 32 ونص. دي رفعت التي دي ان بقت 67%، ممكن تكون مقبوله، مش مقبوله ممكن نزود التي دي ان مره ثانيه، بس النص في الميه ده زود لنا الدراي مطر ثاني. كان الدراي مطر زياده 200 جرام وقلنا ماشي زي بعض، دلوقتي 600 جرام، لا 600 جرام دي عاليه شويه، فممكن نقلل اي ماده علف ثانيه، وليكن مثلا هنشيل كام؟ وليكن من البارلي او الكورن، ممكن حاجه من الاثنين. طيب الكورن صلج نخليها، لو حطينا لها، لو خلينا الكورن سايلج 6 كيلو بعد الانتر، فبقت ناقص 300 جرام، ممكن نتغاضى عنها وممكن لا. لو لا يبقى ال 6 كيلو دي نخليها 7 وادي الانتر، بقى خلاص ناقص 25 جرام. طبعا 25 جرام كميه بسيطه جدا، الحيوان هو واقف بياكل على الطواله، لو نفخ في الطواله كده بيطير الكميه دي، يبقى دي كميه ممكن نتنافاها ومفيش فيها مشكله خالص. يبقى احنا كده تقريبا خلصنا الخلطه بتاعتنا. الدراي ماتر خدتها كامله وما عدا ناقص 25 جرام يعني ولا حاجه. الكرود بروتين هو محتاج 16.3، محتاج 15 سوري، محتاج 15، احنا ادينا له 16.3، 1.2 زياده مفيش مشكله ممكن نتغاضى عنها. التي دي ان زادت لي 67%، برضو انا شايف ان دي كميه معقوله جدا. لو شايف لا احنا عايزين نزود شويه، ممكن بقى تعمل تبديل وتوفيق ثاني وتزود ايه الكالسيوم صوب وهكذا. التي دي ان احنا خلاص قلناها، النت انرجي لاكتيشن هي ان اي ال، النت انرجي لاكتيشن، ودي مش هنحتاجها الا لو نعمل يعني بحث متقدم ولا حاجه. النت انرجي لاكتيشن مش مشكله قوي. الروبن اندجريدبل بروتين والروبن ديجريدبل بروتين مش هنخش فيهم قوي، احنا يكفينا ان احنا كنا ممكن نحط بروتين الصويا وخلاص. طب السعر بقى، يبقى احنا هنا غطينا الدراي ماتر والبروتين والتي دي ان. طب الخلطه دي سعرها كام؟ هنمشي بالمسطره في الاخر خالص هنلاقي السعر موجود عندنا. انا الصور بتاعتنا دي مغطيه الخانه اللي فيها السعر عندي، يمكن تكون واضحه عندكم معرفش. لو واضحه عندكم البرايس يا ريت تقولوا لي عليها. احنا في عندنا هنا الكالسيوم برسنتج والكالسيوم جرام، في بعدها البرايس. حد شاف البرايس؟ عشان انا الصور بتاعتنا مغطيه على الكولم دوت اللي فيه البرايس. حد شايف عنده البرايس؟ شايفها عندك يا دكتور ناصر؟ دكتور اخر مربع. طب هي اخر واضحه يعني؟ تمام، واحد اللي واضح، واحد اللي واضح، اثنين مكتب 42. تمام دكتور عبد الله اشكرك، والدكتور عبد الله تمام ماشي اوكي، شكرا دكتور عبد الله. يبقى ده السعر بتاعها 42. طيب احنا كده خلصنا تركيبه العلف بتاعتنا وعملنا الخلطه. طيب عايز دكتور بعد اتفضل بعد اذنك قبل ما نخلص، في عندنا مثلا البريمكس، تحتياج من البريمكس واي اضافه ثانيه مثلا البلح ملح الطعام محتاجه برضه الخلطه. هي موجوده معانا في المكتبه تبع البرنامج للاضافه؟
ولا كيف كيف بدنا نضيفها؟ تمام. الاضافات دي اكملناها بتتغير من شركه للثانيه، خديم الساده بتتحط اوفر على الخلطه بتاعتنا تبقى لتوصيات الشركه المنتجه. يعني مثلا البريميكس، البريميكس في شركه المنتج بتاعها تقول لك حط كيلو على الطن، شركه ثانيه تحط 2 كيلو او 3 كيلو على الطن. فالاضافات زي البريميكس او غيرها بتضاف اوفر على هذه التركيبه. تمام تمام. كده احنا خلصنا التركيبه العلب بتاعتنا، عايزين نسيفها بقى. بس قبل ما نسيفها، هل حد ليه سؤال في القصه دي قبل ما نسيفها ونشوف هنبعتها ازاي؟ انت مثلا عايز تسيف التركيبه دي او الخلطه دي وعايز تبعتها للمزرعه، عايز تبعتها بالايميل لزميل، عايز تبعتها لاي حد. قبل ما نعمل الخطوه ديت، لو في حد عنده سؤال لغاية دلوقتي يتفضل. ماشي الحال كده؟ تمام تمام خلاص. احنا هنبتدي بقى نسيف هذه التركيبة اللي هي رقمها كام؟ 32 32. ادي السيف، سيفناها. شايفين كلنا الايقونه ديت اللي بنضغط عليها بتدينا اندو. سيب الاندو دلوقتي، هنبص في الايقونه دي. برنت بريفيو، برنت بريفيو يعني عايزين نشوفها قبل ما نطبع، عايزين نشوفها قبل ما نطبع وعشان نبعتها للي احنا عايزين نبعتها. هندوس عليها، هندوس على انهي ايقونه يا جماعه؟ على الايقونه دي اللي هي جنب كوز الذره، اللي هي لما نقف بالكرسر عليها يطلع لنا برينت بريفيو. ادينا برينت بريفيو، هتدوس عليها. حاضر، بيقول سيف الاول. حاضر، سيفنا الله. اوكي، سيف داتا، سيفنا تشينج سيف، قال لنا خلاص السيف. تمام، شكرا. كده ندوس بقى على برينت بريفيو. هيطلع لي دلوقتي، هتاخد وقت شويه، هتطلع لي دلوقتي برينت بريفيو اهي. هنلاقي فيها يا جماعه مواد العلف اللي احنا عملناها، اللي احنا كتبناها. طيب، في جاي لي سؤال، نحن عندنا صعوبه بمكونات المواد الخام من البروتين والطاقه، هي بالبرنامج جاهزه ولا انا محتاج اضيفها وقت ادخال الخامات؟ لا، وقت ادخال لا لا، حضرتك بتدخل الخامات في اي وقت، وانت لسه بتعمل تركيبه العلف دخل الخامات اللي انت عايزها. طيب، انت ابتديت تعمل التركيبه، ماشي، ممكن في اي وقت تفتح تدوس على كوز الذره اللي هو الفيدز وتدخل المكونات بتاعتك. لكن زي ما قلنا في البدايه خالص، ان الشغل على اي برنامج تغذيه، اول خطوه بتتعمل ان احنا بنشوف الخامات اللي عندنا، ندخلها جوه البرنامج بتركيبها بسعرها، بعد كده نبتدي نعمل البرنامج، بعد كده نبتدي نعمل الخلطه. يبقى السؤال اللي هو ان احنا ندخل مواد العلف اللي عندنا، ممكن نضيف اي كميات علف. احتمال يكون حضرتك ما دخلتش من الاول وشفت، هنقولها تاني برضه دلوقتي، ان انت ممكن تكتب في مخزن العلف اي كميه علف انت، اي ماده علف اللي انت عايزها، وتكتب تركيبها. هنقولها عشان الناس اللي خرجت متاخر، بس بعد ما نكمل ديت. ده البرنت بريفيو، ده التقرير اللي هنحفظه وهنسيفه وعشان نبعته لزميل، للمزرعه، لاي حد. طيب، في سؤال تاني جاي معك من الاول. حكيم، تمام، وصلت الفكره. تمام، شكرا، وصلت الفكره. تمام تمام، شكرا. ده بقى ايه التقرير اللي احنا عملناه. هنبص هنا راشن نمبر، فاكرين احنا سيفنا التركيبه دي باسم ايه؟ 32 32 راشن نمبر، ادي 32 32. الفارم دي احنا ما كتبناهاش، ورا بريبيرد 4 ورا بريبيرد واي، الحاجات دي كلها ما كتبناهاش، لان احنا قلنا مش مهم تكتبها، عايز تكتبها اكتبها، مش عايز مش مهم، بس اللي لازم يتكتب وحتما ولا بد هو الراشن نمبر، تركيبه العلف. فاحنا ما كتبناهاش، خلاص ما ظهرتلناش. لكن دي احنا كتبناها، الطيب كان كاو، البريد كان فريزيان، الكيس كانت لاكتاتيوم، الديز اوف ميلك كانت 90، الميلك برودكشن كان 35 كيلو، الميلك فات كان 3.5، الميلك بروتين كان 3، البادي ويت 680. كل الحاجات دي احنا كتبناها، اخترناها، فطلعت في التقرير اهي. يبقى البقره اللي مواصفاتها دي
الخلطه بتاعتها اهي اللي احنا كتبناها، ادي الفا الفا. لو فاكرين الفا الفا كنا اديناه 12 كيلو، الكورن اديناه 3 كيلو، البارلي اديناه 3 كيلو ونص، وادي 3 كيلو ونص، وهكذا. دي كميات العلف اللي احنا كتبناها، ادي طلعت لنا اهي، وطلعت لنا الدراي متر بتاعتها قد ايه، وعندنا السعر بتاعها اهو، دي سعر كل ماده علف. الخلطه 42 اللي هو تقريبا الدكتور عبد الله بعت لي قال لي ايوه باينه 42، ادي 42 اهي، ادي 42 اهي. يبقى دي الحاجات اللي احنا اخترناها. ودي القيمه الغذائيه بقى، يعني دي كميات العلف والدراي مطر بتاع كميات العلف والسعر بتاع العلف، بس السعر ده مش سعر دراي مطر، لا طبعا ده سعر كميه العلف اللي احنا بنحطها للحيوان، ودي اللي حضرتك دخلتها في البدايه خالص، قلت سعر الكيلو قد كده. يبقى دي مره ثانيه، دي مواد العلف اللي احنا اخترناها، ودي كميات العلف اللي احنا كتبناها، ودي الدراي بتر اللي فيها، وده سعر كل ماده، وده سعر التوتال بتاعه كل الخلطه. كل الخلطه دي طبعا بتتوزع على اليوم، على مرتين، على ثلاثه، زي ما انت عايز، لكن ده السعر النهائي بتاع الخلطه كلها بتاع، وده الوزن الخلطه كلها 30 كيلو ونص، فيها دراي بتر كام؟ 23 ونص، وده سعرها. دي بقى القيمه الغذائيه، يعني فوق مواد العلف وكميتها، وتحت القيمه الغذائيه. البروتين بتاعها كام؟ البروتين بتاع الخلطه دي 16%، فيها تي دي ان قد ايه؟ 67. فيها نت انرجي لاكتيشن كام؟ 36. فيها روم عند جريدبل كام؟ فيها قد كده. يبقى دي القيمه الغذائيه بتاعه ماده العلف. عايزين نسيفها بقى علشان نبعتها ل المزرعه، او نبعتها لزميل او اي حاجه. ادي هنسيفها اهو. شايفين السحب الصغير ده لما نقف عليه وندوس عليه بيطلع لنا اكسل، كلمه اكسل او البي دي اف او الوورد. يعني انت عايز بالاكسل، بصيغه اكسل ولا بي دي اف ولا الوورد؟ عايز اسيفها. دي العلامه يا جماعه بتاعت الفلوبي ديسك بتاع زمان. افضل صيغه طبعا نسيفها بالبي دي اف. هنسيفها اهو البي دي اف. هنسيفها على ايه؟ مثلا على الديسك توب. البرنامج اداها كلمه اسم ريبورت، اداها اسم ريبورت واحد. عايزين نخليه هو الاسم ماشي، عايزين نغيره ماشي، نخليه ريبورت واحد زي ما هو، ولا نغيره مثلا نخليه المجموعه البيطريه السوريه اللي انا باشرف ان انا بتكلم معاهم دلوقتي. المجموعه هو هيسيف بهذا الاسم على الديسك توب. احنا اخترنا على الديسك توب، ادي سيف. هنشوف بقى على الديسك توب اتسيف بهذا الاسم ولا لا بصيغه البي دي اف. هنقفل بقى الحاجات دي وهنشوف الديسك توب. الديسك توب بي دي اف في اهي، ادي لو شايفين معايا يا جماعه المجموعه البيطريه السوريه، هنفتحها. هو موجود كده على الديسك توب، ادي اهو الملف اللي احنا كنا لسه شايفينه دلوقتي. ادي رقم العليقه، رقم الخلطه اللي احنا عملناها كانت 32 32، وادي كميات العلف بتاعتهم، ادي كميات العلف اللي احنا اخترناها اللي هي دي، ودي البيانات اللي حطيناها كاو فيزا لاكتيت 90 يوم 3.5 35 كيلو 3.5 دهن 3% بروتين وهكذا. ودي دي القيمه كميات العلف اللي احنا اخترناها، وتحت القيمه بتاعتنا، القيمه الغذائيه بتاعت هذه الخلطه. كده يبقى احنا ممكن هذا التقرير سيفناه وحفظناه على الديسك توب، ممكن نعمل له اتاتشمنت بقى بالايميل ونبعته لاي حد. كده انا خلصت شرح البرنامج، لو في اي سؤال تحت امركم. السلام عليكم، شلونك حاج؟ وعليكم السلام ورحمة الله. شلون صحتك؟ حيوان بقدر بضيف نوع حيوان مثلا مثل الدواجن البياض مثلا بما انه ما موجودة في البرنامج؟ هذا السؤال الأول.
سؤال تاني، بالنسبة لباقي المكونات الغذائية الموجودة بالخلطات العلفية مثل الكالسيوم أو الفوسفور أو الحموض الأمينية المتوافرة بالمواد العلفية، لايسين، ميثيونين، ما هي موجودة بكامل الخلطات، هذا البرنامج ممكن يوفر لي أنا هالمواد إذا موجودة ولا لا؟ بالنسبه للسؤال الاول اللي هو الدواجن، لا البرنامج ده بيعمل خلطات للابقار، الجاموس، الاغنام، الخيول، لكن ما بيعملش حاجه للدواجن. وعلشان كده، ودي اجابه السؤال الثاني، وعلشان كده مش هتلاقي فيه كميات الاحماض الامينيه بتاعه الاعلاف، لان الاحماض الامينيه بتبقى مطلوبه اكتر في الدواجن، لكن بالنسبه لللارج انيمال الاحماض الامينيه لا، ما بتبقاش individual موجوده، انما مش موجوده، وبتلاقي ما اعتقدش هتلاقيها في اي برنامج تاني، لكن واضح ان حضرتك شغال دواجن. البرنامج ده بيعمل فقط لللارج انيمال والسمول السمول روميننت اللي هي الشيب. فاضل لنا 10 دقائق ونخرج، لو ما خلصناش لسه وخرجنا ندخل تاني، اصل انا طلعت لي رساله دلوقتي من الزوم بتقول ان فاضل لنا 10 دقائق، لان كل جلسه يا جماعه مدتها 40 دقيقه فقط، فاضل لنا 10 دقائق، لو ما خلصناش من 10 دقائق وخرجنا قطع علينا يعني ندخل مره تانيه. لو سؤال حضرتك كده اوكي ماشي، السؤالين واضحين ولا لسه في حاجه؟ واضح تمام حكيم، الله يبارك فيك. الله يكرمك. لو في سؤال تاني يا جماعه. ها يا جماعة في سؤال؟ شكرا شكرا جزيلا دكتور أحمد، جزاك الله خير. شكرا دكتور ناصر، شكرا جزيلا. على العموم زملاء، يعني فيكم كل واحد صار عنده نسخة من البرنامج، يعمل خلطة افتراضية بمواد هو يقترحها ويحاول مرة وثنتين وثلاثة، وإن شاء الله تعالى بإذن الله خلطات بإذن الله تعالى. وأي سؤال وأي استفسار إحنا موجودين، يعني ما في أي مشكلة. كل الشكر والتقدير لك دكتور أحمد. شكرا جزاك الله دكتور ناصر، وشكرا. شكرا على وقتك، بارك الله فيك سيدي. تسلم. شكرا للزملاء الحضور. شكرا لكم. الله يجزيكم خير دكتور ويكثر من أمثالكم والله. ربنا يبارك في حضرتك. ان شاء الله بس ان شاء الله ممكن تبعتوا لنا اياه دكتور، حتلاقوه على القناه، حينرفع دكتور احمد مشكورا، عمل له ريكورد وحيرفعه على القناه ان شاء الله، فحتلاقوا كل الفيديوهات المحاضرات السابقه موجوده على القناه، يعني ترجعوا لها باي وقت ان شاء الله. ان شاء الله هنحطها. وشكرا ان شاء الله. ان شاء الله الله يجزيكم خير ويكرمكم، وبكره ان شاء الله هتكون على القناه دكتور ناصر بإذن الله. بإذن الله تعالى. شكرا أشكرك دكتور، شكرا للزملاء.